الدكتور الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم جامعة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، والتقي سيادته بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس. أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أنه من المقرر كذلك أثناء الزيارة أن يجتمع السيد الرئيس بالمجلس الأعلى للجامعات. مرة أخرى مشاهدينا الكرام إلى حضراتكم هذا الخبر العاجل، حيث يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم جامعة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، والتقي سيادته بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس. أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أنه من المقرر كذلك أثناء الزيارة أن يجتمع السيد الرئيس بالمجلس الأعلى للجامعات.